وخليل اليوم كمان عنده موهبة ما شاء الله، يعني لها علاقة بالبورد جيمز وبالذات لعبة الشطرنج. صباح الخير يا خليل. صباح الورد سارة، ما شاء الله عندكم الاستوديو في دبي كل الألعاب، وأتوقع أنا رأفت حيفوز. ليش؟ لأن واضح ماسك الزوايا في لعبة طاولة الزهرة. أنا معلم لي خبرة، أنا ترى تعلمتها عندكم جديدة. مين عندك يا خليل في الاستوديو؟ طيب أصبح لك أكيد سارة من جديد، وبالفعل لعبة الشطرنج عريقة وما هي سهلة أبدا. وضيفتنا اليوم هي طفلة ملهمة لأبناء جيلها، ومعنا أصغر لاعبة شطرنج في السعودية اسمها ديالة الفهد. وأنا خليل الفهد، وأول مرة نتقابل وما لنا صلة قرابة، وكان ودي يكون بيننا صلة قرابة، لأن ما شاء الله أتشرف فيك يا ديالة. صباح الخير. شرف لي والله. بداية باسمي باسم جميع الشطرنجيين، حبينا نهنى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كامل والجنود البواسل بمناسبة اليوم الوطني، اليوم الوطني السعودي. وتعرفين عن نفسي، أنا ديال الفهد، أصغر طفلة تنال الدكتوراه الفخرية ما شاء الله، وأصغر متسابقة شطرنج في المملكة، وأصغر سفيرة في المتشافي للكلى، وأصغر طفلة تنال شهادة حضور تدريب المدربين للشطرنج. وأكبر تشريف لي أنك تكوني معي اليوم. الله يشرف لي. أنا. الله يسعدك. طيب ديالة، يعني هذا سؤال أكيد تم تداوله، لكن خلينا نعرف الجمهور أول شيء، كيف جت بدايات ديالة في هذه اللعبة، لعبة الشطرنج؟ هو لما كان في 2015 تقريبا كنت أشوف بابا يلعب مع أخوياه، وكنت أتحفز يعني للعبة. كنت لما أشوف بابا يلعب أحاول أني أفهم اللعبة من بابا، بس عجزت أفهمها. فبابا يعزم أخويا، يعزمهم، لين ما تحفزت، يعني تحمست مرة حماس أني ألعبها. فطلبت من بابا يدربني، والحمد لله أنا اليوم أصغر متسابقة شطرنج في المملكة. يا سلام. طيب إيش اللي خلاك تلعبي لعبة الشطرنج وتتعلميها؟ هل أنت يعني أخذتيها أنه متعة هي ولا تحدي؟ وانا شايف انك عنيده، تحبين التحديات، بدليل ان من شوي تحديتك وتقولي والله لفوز عليك بكسر راسك وما ادري ايش، صح؟ هو لما كنت صغيره يعني متعه، لكن الحين تحدي ومتعه الاثنين. دي ما اخذتها تحدي الحين. اي الحين تحدي ومتعه، متعه مع بعض. طيب ليش ما لعبتي معي؟ ليش ما تحديتيني؟ والله ما جبت ال لا 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 انا ما اخاف. انا عادي العب مع بطل العالم. صدقيني لو لعبتي معاي اول اللعب حتلقين الملك مختفي في اللعبه. اصدقها كذا، انا بدون لا حد يدري، حيال في الامور. شكلك غشاش. اي غشاش، عشان كذا الملك الوزير الحصان ما تلقينا موجودين. بالنسبه لي انا شخص ما يتلفت لا يمين ولا يسار، شخص مركز على الرقعه كامله. واصلا من قوانين اللعب تمام انها تلعب بيد واحده. يا سلام، يعني بيد واحده بس. طيب على طول اول شيء خلينا نتحمد لك على السلامه، انت كانت رجلك مكسوره وفكوا الجبس من عندك يمكن من 3 أسابيع، نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب خلينا نتكلم يعني على طار يعني الشطرنج، بالاضافه الشطرنج انت قاعده تسوين حملات توعويه للاطفال عن كورونا والامراض اللي ممكن يتعرضوا لها. ليش يعني هذه مهمه لك، هذه الخطوه ليش؟ هو يعني اوعي الاطفال عن كورونا من غير يعني ان شاء الله ما يصيب احد. يا رب يا رب. ويعني يعني كاني دكتوره فخريه لازم اوعي الاطفال. يا سلام، يعني انت فخوره ما شاء الله بالدكتوراه الفخريه ومبسوطه فيها. أيوه. طيب في لما جت الكورونا كلنا رجعنا للالعاب القديمه، الشطرنج ولعبه الكيرم وطاوله الزهر، فانت صرتي شيخه في الفتره هذه، الكل رجع الفياله ورجع لعبتك الحلوه. ايش سويتي في فتره الحجر ذيك؟ صراحه يعني اذا كان كورونا يتابع البث الحين شكرا، لانه صراحه جمعنا بعائلاتنا، اللي كان قبل مشغول ما يشوف عائلته الحين صار يشوفه، وصرت اخذ وقت اطول مع عائلتي، والحمد لله يعني بالحجر ألعب مع بابا شطرنج، نلعب شوي ألعب كذا، يعني نجتمع العائلة كذا ونلعب. طيب. ألعاب جماعية. ممتاز. أنت شاركتي بورشات يعني تدريب للمدربين بهذا العمر الصغير، ليش شاركتي وليش أنت فخورة بالشيء هذا؟
فخورة لأنه أنا كنت أبغى الشيء هذا من زمان. إنه كان حلمي لما كنت أشوف بابا إني أبني أكاديمية صغيرة لتدريب الأطفال. حلو. للشطرنج الأطفال يعني الصغار والكبار لتدريب الشطرنج ومجانا كذا أكاديمية تطوعية. وهذا حلمي إنه أبغى يعني أنمي الموهبة هذه عند الأطفال. لأنه صراحة اللعبة هذه مرة مسلية ومي لعبة عادية، لعبة يعني تحرك المخ. يعني أنا صراحة يعني صار تركيزي أكبر. زي ما قال من شوي الدكتور اللي مع سارة، قال إنه يعني محفزة للأعصاب. أيوة. وفيها برضو ذكاء. لكن خلينا نطمن على دراستك، كيفك مع الدراسة ومع لعبة الشطرنج؟ كيف توفقي بينهم؟ إيش الخطة اليومية اللي الشطرنج ساعدتني، حرفيا ساعدتني. لأنه قبل ما أتعلمها كنت يعني عندي شوية ضغوطات على الدراسة، كنت يعني كنت في تحفيظ القرآن ما شاء الله، فكان يصعب علي الحفظ، فكانت الأستاذة يعني تعطينا أجزاء كبيرة. حلو. فتصعبت علي أمور الدراسة والحفظ، فلما تعلمت الشطرنج وصرت ألعب فيها زاد تركيزي، صرت أحفظ بثلاث دقايق وساعدتني على التركيز. برافو، مره نمتها. طيب وش طموحك ديالة؟ ايش يعني ايش تحب تكوني في المستقبل؟ في المستقبل اكون مدربه للاطفال للشطرنج، وحلمي اكون بطله من ابطال العالم، وكمان يعني اكون مدربه للاطفال زي ابني اكاديميات حول العالم. ممتاز، يعني على خطى والدك ما شاء الله، ابوك عمل يمكن تطوع في فتح له يمكن نادي في حايل، وكمان هو مصنف دولي، وانتم من عائله في الشطرنج، وحابه تمشين على خطى والدك، صح ولا لا؟ ايوه يا رب. وانا مبسوط اليوم بوجودك معانا، وهذا ما يمنعنا راح نتحدى بعض بعد شوي انا وياك، بس نجيب اللعبه وحتحداك وحفوز عليك. يلا قدام 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 قدام. طيب يا ساره، حنرجع لك يا ساره، وعلى قولة دياله قدام في البرنامج نمضي ونمشي معاك، وانا بتحداها. والله صراحه تحياتنا لدياله، ودياله انت ورده ونجمه، وكفايه انك انت في هذا السن تعرف ايش تبغى تسوي، هذا يعني اكبر انجاز، فاحنا نتمنى لك كل التوفيق.